تحترق الدنيا. لاجلك تعنت. شكرا ارحب شكرا والله كلكم. لطيفه. يلا يا شباب يسوون هذا القلب كبسي ناصر كبسي شباب كبسوا من القلب هذا هاي ما اقدر ايد وحده. اكو قلب جديد هيك يسوون مكسر. ارحب يا لطيفه. ما ادري شلون بعيني لطيف والله شكرا. شلون شلون القلب حس حس هذا القلب هاي اللي هيك تعرفه ولا لا؟ شكرا شكرا هذا بالتركي قلب ايه. ارحب لطيفه شكرا شكرا. بيض الله وجهك والله ما تقصرين عيوني والله واضح. حس حس فهد يكلمك. سوي قلب حس حس قلب صغير. شنو بقى؟ لا قلب هذا كو مدينه شنو؟ هذا قلب حس حس هذا هذا قلب وشريانه. لطيفه والله مشكور يا عيوني. عماد خالد جبران ثور التوب. انا توب الثالث وناصر توب الثاني. خذوها صوره ايش حلوه. غير اصير انا وياكم توب اربعه عاد يقفون انتظروني. تعال 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 طالع اسس بسرعه باقي 22 دقيقه تلحق. وين لو عزم علي ما اصلا شو يوصلني؟ ارحب انت شنو؟ وين توب 11 بعيد اقعد. المهم انا بس ارد والله بس هاي الجوله راح تجح فالمبينه ذيك وانا ناصر ما عاد تسوي هالحركه. ناصر يا اخوي بدون ما اقول لك جحفله وراح يفوزون راح ينزلون 60 70 الف. هذه الحركه يوم السبت. ها يوم السبت ايه سبت والله تقول ما تفوز. ها ايش قلت؟ قلت حس حس ما تنفعك لو مو تسوي هيك. انت بس حس حس انت بس لاحظ يسوي هالشيء. ارحب ضيفه شكرا. مشكور مشكور يا عيوني. شباب نورشان ارحبي والديك بالجنة والله. جبران يا جبران ارحب يا محمد. حشر بعينك محمد لجك تعنيت الله يعزك والله. شكرا 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 لطيفة محمد اللي عندي سجود سجود بيض الله وجهك سجود الدمت والله ما قصرت نجلة. شكرا لطيفة ومحمد وقلوب والله شكرا. الحكم الأول. نعم الحكم الأول. فرصة سعيدة وليه فرصة سعيدة. نشوفكم نشوفكم بكرة. حس حس راح أقعدك من النوم. الحكم الأول ناصر. لطيفة والله مشكور يا عيوني والله حرام من يخسر ناصر. الحكم الأول يا ناصر. أي عمارة تحكم كيفك أنت بكيفك أنت تحكم ناصر. أنت قلت بعدين من يجي وقت أحكم أجي وقت أحكم. مو اني مو بمكاني يعني فما اخوان صاروا يتعزمون علي. حكم الاول ناصر طبعا نفس الحكم اللي قلت لي اياه مال 61 62 63 ابو الطاء. اوه الطاء. الحكم الثاني. الحكم الثاني يا ناصر الحكم الثاني يحكم عليه. ها تقنين الكاظم الساهر بصوتك حلو. الحكم الثالث تقول لنا سالفه وكليتنا نضحك واذا انا ما ضحكت تعيد السالفه اللي اضحك. شلون شلون لازم حكم رابع. الحكم الرابع راب بالكومنت اصلا. شيل الرابع لا. ناصر تدري شو قد نعطيك الحكم؟ الحكم اللي في بالي لما نكون سوا. انا فهد هات الوقت عازمك على المطعم انا بكره. ايه عازمني يا شعبي انا معون. يلا نفس الحكم. ما يطيح شيء من الحكم. انا ناصري عاطي تهاون وياي احكام جلد. صوتي مو حلو. غني الكاظم الليلة احساسي غريب. يلا يلا غني غني زيديني عشقا الكاظم. يلا يلا
اثنين ثلاثة. زيديني عشقا ديني. تعال مؤيد. هذا صوت مؤيد والله. شنو هذا؟ يا غير مو مؤيد. هذا صوت. سود مالجون انا هديك القمر انا تريح منها. ها ايش تبي بعد؟ قنن لابسة فستان كمل فخيا لطيف الله لاني مجنونه ولا عقلي خفي يا اخوي. هذا انت اسمك ناصر انا حكمت. لا 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 هذا مو احنا ثلاثه نسوكنا داخلين هذا الحساب ناصر لبير. لا يا عيني لا ما تشتغل هالشغله. لا 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 الحكم يشملنا كلنا البول يشملنا كلنا وخساره يشملنا كلنا. لا يا حبيبي كفو والله ابو محمد. ايه كفو البول يشملنا كلنا وخساره تقول لك يا ابو محمد اقعد. زين حسن قوم عليك اخلي فهد يسولف لك ساعه. لا انت والله والله تمام خلي. لا عمارة عمار ماكو يجي. احنا حاكمين على ناصر انا اردحكم ناصر ناصر هنا هسه اغنيه ناصر غني الاغنيه يلا غني يلا بوحدك يلا ارجع مؤيد. يا اخي هذا عيونه بكل مكان. انت شو تشوف كل مكان؟ اشوف احس والله صوتي مو حلو فضيحه صوتي يا ابا ماك والله. لا فضيحه ولا ما ادري شنو غني والله. زين اسمع حس حس انا بقول لك شيء. حل يضيق حس حس الله رايك بدال الاغنيه قصيده بيت شعر معتز بي يصير انا معتز فيه. إيه. لا هو معتز بيك بيت شعر انت تحبه. زين لي انا لا غيري جاب يا ويا ناصر ما تطلع كل عقلك غيري لك. قصيدة على العراق والله تدري فنك الحكم لأريد أحكم على ناصر شنو هو. أنا بعدين والله عندي أنا حكم لما أكون أنا ويا واحد أحكمه يلبس قاط قديم ويمشط شعر صفح تسوي لي نفس عبد الحليم حافظ. وإلا خليه أني أول مرة تحبي يا قلبي. تحبي يا قلبي. يا الربع أنا أحب أعاقب بالمثل. إذا ما أعطيك منديل وتغني لي أغاني أم كلثوم كلها ما عليك. ناصر هسه يا ناصر تنفذ أمانة الله كل ناصر تسمع السنة. ولا لا؟ أسمعك حبيبي عمار. حس حس خلي يقول لنا قصيدة على العراق. بما انه فازوا 5-0 اي يلا اهداء يلا. يا ارضك اللي من الفردوس مخلوقه وين كنت وين شلون احط له موسيقى لحظه ما عندي. عمار احكامك على دمت لين ما القاها. دمت الحكم الأول ثاني. بعد ما قلت كاذبين حكم فهد. لا بلا لا يحكم أبد عني يا حس حس علك حس أحسن 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 أحسن. عمار 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 مع السلامة مع السلامة. علق علق شنو؟ ما ادري علق احسن احسن وتريد خلاص. الله عز وجل جاني نصر من الله. مع السلامه قبل يرجع قبل يرجع. عمار في امان الله. وين صدق؟ اي والله هذا يرجع يحكمني اغني صوتي مو حلو والله. عمار عمار اشوفك بكره ان شاء الله. ها يلا ان شاء الله حبيبي ان شاء الله ان شاء الله يا قلبي. دمت يرشلس ايجي جلر ايجي جلر ياك شاملر ياك شاملر. الحكم الأول عندك ما عندك تحكين علي تقولين ما عندنا مستوى. والله أقول لك والله حدا حس حس يبغى يخرب بعن بعضنا. أصلا أنا مش حكيت هيك حتى أسهل كل اللي موجودين عندك يعرفوا تركي يحكيوا تركي. والله ما قلت هيك أنت
تصدق مش علي تصدق الحكم الاول. شوفي نطلع جوله، نطلع جوله وتغنين اغنيه. يلا حكم ثاني حكم ثاني حكم ثاني حكم والله واني اموت عليكم قسم بالله. مشكله اني يشترون شنو مشكلتي الاجهزه مالتي والسيار بعيد، يعني البلاك بعيد، تخيلوا جاي هنا حاط البلاك. انت الحين في الفندق ليش مش ترجع بيت؟ هي على مود اصدقائي موجودين على مود الصبح على طول نطلع مع بعض، فقلت لانه بيتي يعني حتى ما اروح واجي حتى بالصبح نطلع سوا. عندنا باكر مشاوير طالعين باكر نشوفكم ثلج ثلج جبل كورك باكر كانه ها في ثلج في ثلج في جبل كورك كلش حلوه. نروح لمنطقة بارزان ان شاء الله باذن الله. بعد نروح لاماكن كثيره ان شاء الله، بس الظهر من الظهر راح نطلع. شوف الشباب باي وقت يصحون نطلع طلعهم غير جوهم. انت عارف انت ليش تعمل شب شنو انت ليش هيك تحط 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 يصير نفس انسان؟ صح ايه تسوي يعني هيك بعد باكر نروح للقلعه ان شاء الله. هاي راد لها يوم كامل بس اشياء الاماكن الشعبيه حلوه. ورداتكم يلا يلا حد يلا الحكم الثاني شنو اغنيه عليك حكم يمكن اول هو حكم الثاني ام اغنيه حكم الثالث شعر أغني. يلا أنا كل ما أقول الشعر ما تقولين شعر ليش؟ لأنه أنا ما أعرف الشعر أقول من راسي الشعر مش يصير حلو. شنو؟ دقيقة أشيل هذا رفقت. أنا أقول الشعر من راسي ما أعرف شعر أصلاً. خال عادي أو شعر أو غناء. أغني أغني أستحي أقول شعر كل الشعر مسك جماعة. دقيقة محمد حبيبي منور مدرسة الحب والله بس مش مشكلة بس خليه يشحن شوية. يلا سمعينا يلا الله 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 ما شاء الله. شكرا محمد عيوني مشكور مشكور قلبي. شنو لحظة آخر الثوان